you بسم الله الرحمن الرحيم النهارده معاكم ميس عبير محمود في مادة الساينس هنكمل يونت ون ده ليسون ثري في يونت وان كنا اتكلمنا على يونت ون في الماتر والنهارده هنتكلم على اخر جزء فيه الاتوميك ستراكتشر اوف ذا بيتكلم في ايه في الاتوميك structure اول جزء بيتكلم على الكيميكال سيمبلز اوف امبورتنت اليمنت السيمبلز اللي احنا هنستخدمها السنه دي وزي ما احنا شايفين ان كل اليمنت ليه سيمبل خاص بيه زي الهيدروجين مثلا اتش الهيليوم اتش اي الليثيوم ال اي البريليوم بي اي دي اكزامبل للالمنت آه هنحفظها كويس أوي كل element علشان هو ده اللي احنا هنستخدمه ان شاء الله في آه الكيميكال آه فورميلا آه بس الترم الجاي ان شاء الله آه الترم ده هنحفظ الكيميكال سيمبلز بس آه زي ما احنا شايفين كده في الجدول آه نحفظه من كتاب المدرسه آه لو كملنا النيتروجين N، الأكسجين O، الفلورين F، نيون آه, NE الصوديوم ني، آه, -E, آه, المغنيزيوم MG جي، AL ال سيليكون SI اي، الفوسفراس P، السلفر اس، الكلورين آه, CL سي ال، الأرجون ار.

يعني احنا واخدينها من اللاتن نوت الانجليش نيم اه زي ما احنا شايفين في البوكس اللي قدامنا او التيبل اللي قدامنا الصوديوم في اللاتن نيم اسمه اه ناتريوم والسيمبول عندنا ان ايه مش اس او ال كذلك البوتاسيوم والكابر آه برضو احنا مش واخدين الانجليش نيم بتاعتهم احنا واخدين اللاتين نيم طيب السيمبولز ديت بنكتبها على اي اساس السيمبولز بناخد فيرست ليتر وبنكتبه ان كابيتال LETTER طيب لو هو في تشابه ما بينه وبين سيمبول تاني يعني مثلا الكبر آه اوله سي آه والكربون اوله سي فانا بقول ان الكربون سي كابيتال لكن الكبر هنكتبه ازاي فقال لي ان السيمبل ممكن نكتبه بطريقتين يا اما بناخد ون لتر وده بيبقى فيرست لتر من الكلمه اللي عندنا يعني الكربون مثلا سي او الهيدروجين اتش او بناخد التو 2 بناخد فيرست لتر بيبقى كابيتال وتاني لتر بيبقى سمول زي الهيليوم اتش كابيتال اي سمول ولازم الصوديوم ان إيه كابيتال ان ال كابيتال سمول ولازم نكتب الاول حرف معانا كابيتال ليتر لو كتبناه سمول بيبقى الكتابه كده غلط لازم نتمسك بالكتابه الصح علشان يبقى كتابتنا صح من اول ما نتعلم كده دلوقتي آه هناخد بعد كده بقى الماتر لما نفتكر مع بعض what's meaning of matter anything around us can consist a molecules. كان consists of ايه مولكيولز والمولكيولز كان في يونت صغيره أصغر منها اللي احنا قلنا ان هي الاتومز الجزء ده هندرس بقى الاتوم بتتكون من ايه الاتوم هي الفانداميتال بيلدينج يونت of the matter which can share in chemical reaction and can't exist freely خلي بالي ان اللي كان بيقدر كان exist freely هو كان المولكيول بتاعي طب الاتوم construction بقى الاتوم بتتكون من ايه اول جزء في الاتوم بيكون من النيوكليس والالكترونز النيوكليس هي ايه النيوكليس ديت قال لي الـNucleus هي السنتر Core of the Atom الجزء اللي فيه بول اه Red ويالو في النص دي بنقول عليها نيوكلس وهي السنتر Core of the Atom Where the mass of the Atom is concentrated in it يعني الماس بتاعة الاتوم متركزة في النيوكلس بتاعتي جواها ايه النيوكلس دي؟ النيوكلس ديت جواها Positive Charge بنسميها بروتون وفيه neutral particles بتبقى uncharged اسمها نيوترونز يبقى inside أو النيوكلاس بتتكون من بروتون positive تشارج ونيوترون neutral تشارج أو uncharged ما عندهاش charge يعني لا هي positive ولا هي negative uncharged بيقول لي give reason الـ nucleus is ده جيف بيجي مهم جدًا لازم نحفظ الـ الـ الإجابة بتاعته، ليه النيوكليس nucleus أكيد علشان جواها حاجة positive، النيوكليس nucleus positive because it contain positive protons and neutrons النيوترونز neutrons. Neutrons بتبقى neutral والبوزيتيف بروتون، يبقى علشان كده النيوكليس nucleus is positive charge. تعالوا نشوف بقى بقية الاتوم بتتكون قلنا من الكترونز ريفولف اراوند ذا ايه ذا نيوكليس الالكترونز ديت نيجاتيف تشارج ومكانها فين ريفولف اراوند ذا نيوكليس ويز فيري هاي سبيد بتفكرني كده بايه بالشمس والكواكب وهما بيلفوا حواليها الالكترونز هاز نيجليجابل ماس ريلاتيف تو ماس اوف ذا نيوكليس آه الالكترونز الماس آه بتاعتها آه صغيرة جدا جدا بالنسبة للماس بتاعت الايه النيوكلاس بتاعتي فعشان كده بيجيلي لي جيف ريسو the mass of an atom adam... concentrated of the nucleus of the atom. ليه هقول عشان الالكترونز طيب الاتوم الكتريكال نيوترال يعني ايه يعني الاتوم اللي هي بوزيتيف ولا هي نيجاتيف هي نيوترال هقول اكيد النمبر اوف بوزيتيف اكيد بيساوي النمبر اوف نيجاتيف علشان كده هي نيوترال طب هو البوزيتيف اسمه ايه بروتون بوزيتيف بروتون والنيجاتيف الكترون يبقى النمبر اوف بوزيتيف بروتون ايكوال النمبر اوف نيجاتيف الكترونز آه، طيب تعالوا نشوف كده آه، بيجيلي بقى السؤال إزاي في الجزء ده بيقولي إن آه، إيه 1123 في أرقام كده بتكتب في رقم صغير بيتكتب تحت ورقم كبير بيتكتب فوق Uh, symbols uh, زي ما احنا شايفين بيتكتب برقمين ايه هما الرقمين دول قال لي الرقم الصغير ده الاتوميك نمبر وده بيكتب بلو ذا symbol في الليفت side والرقم الكبير ده اسمه الماس نمبر وده بيكتب فوق طيب what's meaning of atomic number هو number of proton in the nucleus of the atom يبقى عدد البروتون اللي هو بنسميه atomic number والماس نمبر اللي بيكتب فوق النمبر الكبير ده بنقول عليه هو the sum of number proton and neutron in the nucleus atom يبقى جوه النيوكلاس فيه اتنين نمبر البروتون والنيوترون ده بنسميهم الماس نمبر اما عدد البروتون بس بنسميها الاتوميك نمبر وكل اتوم ليها اتوميك نمبر خاص بيها يعني الاقي الصوديوم اللي هو ان 11 مغنيسيوم 12 اكسجين 8 يبقى الرقم ده ما ينفعش نقول عليه رقم تاني هو الصوديوم ما فيش غير 11 ما فيش حاجه تانية 11 غير الصوديوم المغنيسيوم 12 يبقى ما فيش حاجه تانية 12 غير المغنيسيوم يبقى الاتوميك نمبر ده رقم خاص بال بالأتم. تعالوا كده نشوف آه يبقى احنا عندنا الاتوميك نمبر هو عدد البروتون نمبر اوف بروتون وهو نفسه نمبر اوف الكترون لان احنا قلنا ان الاتوم نيوترال يعني عدد البروتون قد عدد الالكترون يبقى الاتوميك نمبر هو عدد البروتون وعدد الالكترون امال الماس نمبر اللي لي هو النمبر او السم اوف بروتون اند نيوترون لو انا عايزه اطلع النمبر اوف نيوترون هقول له ان الماس نمبر نيجاتيف او ماينس الاتوميك نمبر هيديني النمبر اوف نيوترون طب تعالوا مع بعض كده ناخد اكزامبل هناخد تيبل ونشوف التيبل مع بعض الهيدروجين مكتوب عليه رقمين 1 و1 هو الهيدروجين الاتوم الوحيده اللي ما عندهاش نيوترون هي لو انا قلت الاتوميك نمبر بتاعها 1 اللي هو الاتوميك نمبر المكتوب تحت اما الماس نمبر هو 1 اللي مكتوب فوق النمبر اوف بروتون 1 النمبر of electron 1 اللي هو بيساوي الاتوميك نمبر طب ما النمبر اوف ايه neutron هي ما عندهاش الاتوم الوحيده اللي ما عندهاش نيوترون هو الهيدروجين تعالوا نشوف كده الكربون الاتوميك نمبر في الكربون 6 الرقم المكتوب في left side in down الماس uh, نمبر 12 الاتوميك نمبر هو نمبر اوف ايه بروتون اند النمبر اوف الكترون طب امال النيوترون يبقى 12 negative 6 ايكوال 6 صوديوم 11 الاتوميك نمبر الماس نمبر 23 طب والاتوميك نمبر هو ايه النمبر اوف بروتون والنمبر اوف الكترون النمبر اوف نيوترون 23 نيجاتيف 11 ايكوال 12 ماجنيزيا الاتوميك نمبر هو الرقم اللي تحت يبقى 12 والاتوميك نمبر والماس نمبر 24 الاتوميك نمبر number هو نمبر اوف بروتون 12 والنمبر اوف الكترون 12 النمبر اوف نيوترون 24 نيجاتيف 12 يبقوا 12 كلورين الكلورين بيكون من ايه من 17 لا اتوميك نمبر بتاعته والماس نمبر هي 35 طب النمبر اوف بروتون هي الاتوميك نمبر 17 والنمبر اوف الكترون هي الاتوميك نمبر 17 طيب النمبر اوف نيوترون هاخد ال 35 نيجاتيف 17 ايكوال 18 تعالوا نشوف كده الكالسيوم الكالسيوم هو ايه الاتوميك نمبر بتاعته 20 الماس نمبر 40 وقلنا برضو النمبر اوف بروتون هو نمبر اوف الاتوميك ايه الاتوميك نمبر والنمبر اوف الكترون هو الاتوميك نمبر برضو امال النمبر اوف نيوترون 20 هو كمان علشان 40 نيجاتيف 20 ايكوال 20 يبقى ده سؤال مهم بيجي لي في الامتحان عايز الاتوميك نمبر والماس نمبر والبروتون والإلكترون نيوترون في الأتوم. لو إحنا شفنا الإلكترونز هلاقيها بت بتلف في around the nucleus أو revolve around the nucleus في ليفل زي ما إحنا شايفين كده الإلكترون زي ما إحنا شايفين هي عمالة بتلف حوالين الايه النيوكليس في ليفل ليها. طيب يبقى الإلكترون ريفولف around the nucleus at very high speed زي ما إحنا اتفقنا during their الـ 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 movement بتاعتي بتعمل cloud أو around the nucleus، طب تعالوا نشوف بقى إيه ال energy level دي قال ال energy level دي المكان اللي بيلف أو يعني هو the are in place around the nucleus مكان حوالين ال nucleus الـ electron move according to their energy. آه زي ما احنا شايفين مع بعض ان النمبر اوف انرجي ليفل 7 ليفل ان هيفست اتوم اكبر اتوم عندي 7 ليفل اسمهم ايه اللي بيبتدي بال كي ال ام ان او بي كيو يبقى دولت ال7 ليفلز بتوع اي اتوم عندنا فيها 7 ليفل دولت طيب آه تعالوا نشوف الأنرجي بتاعة الإلكترون يعني الإلكترون بيلف في فين؟ قال لي الأنرجي بتاعة الإلكترون ايكوال الأنرجي بتاعة الليفل يبقى الأنرجي of electron ايكوال الأنرجي of level الإلكترون not transfer from one level to higher level يعني هما ما بيقعدوش يتنططوا ما بين ليفل وليفل كل واحد وقاعد في الليفل بتاعه هو ريفولف اراوند نيوكلاس في الليفل بتاعه بيلف حوالين النيوكلاس في الليفل بتاعه طب امال امتى ترانسفير فروم ليفل تو وان ليفل قال لي لما جين انرجي اول ما يكتسب انرجي يبتدي يطلع في الليفل اللي بعده الانرجي دي بنسميها كوانتم يبقى لو بصينا في الدرونج اللي قدامنا، هقول إن الـ energy when gain إلكترو اه ، when gain quantum of energy، transfer from energy to higher energy، طيب لما الإلكترون لوز quantum of energy، اه uh return back to الليفل اللور lower energy level، يبقى لما تكتسب energy الإلكترون بياخد يطلع للليفل اللي بعده، يعني لو هو في الكي يطلع في ال-L لو لوز آه, الكوانتم quantum of energy، أو كمية الطاقة اللي اكتسبها ديت، هيرجع تاني للليفل اللي تحت، ده بنسميه إيه؟ بنسميه quantum، يبقى what's meaning of quantum؟ خلي بالي الديفاين define ده، define مهم جدًا، بيجي كتير في الامتحانات هقول له it's amount of energy that lose, lost or جين by electron. when transferred from one energy level to another. طيب الاتوم في الحالة دي هنسميها ايه؟ لو الاتوم gain energy كمية الانرجي قد ايه؟ quantum of energy لو الاتوم gain quantum of energy بنسميها excited atom يبقى لما يجي يقول لي compare between الاتوم الاتوم بس والـ excited atom هقول الـ دي stable، في وضع stable، هي هي لا تجين ولا lose، لكن الـ excited هي atom that gain quantum of energy، تعالوا بقى نشوف الـ إحنا قلنا الـ electrons revolve around the nucleus in energy level، وقلنا إنهم 7 energy level، طيب هما بيتوزعوا إزاي؟ ده بنسميه إلكترونيك configuration يبقى يعني إيه؟ إلكترونيك configuration يعني توزيع الإلكترونز أراوند ذا نيوكليس، كل إنرجي ليفل بياخد definite number of إلكترونز، يعني في عدد معين أنا لازم ملتزمة بإن أنا أحطه جوه الليفل، كل ليفل ما بيقدرش يشيل فيه غير عدد معين من. الايه الالكترونز طيب هو بيتحط على حسب ايه قال لي على حسب رول عندنا يبقى عدد النمبر اوف الكترونز ساتوريتد ان فيرست فور ليفل كالكوليتد فروم ريليشن تو ان سكوير تو ان سكوير ده الرول اللي انا همشي عليه ان انا اعد عدد الالكترونات في كل ليفل يعني ايه الكلام ده قال لي ال 2n سكوير يعني ال n دي هي ال number of level يعني مثلا k level k level ده ال level number كام؟ number 1 هعوض بدل هشيل ال n واحط 1 هلاقي ان ال k بيبقى بيتملي ب 2 electrons من ال rule طيب ناخد مثال تاني ال L ال L ده رقم كام؟ رقم 2 يبقى هنشيل ال N ونحط 2 2 multiply 2 سكوير equal 8 يبقى L saturated by 8 electrons طيب ال M M رقم 3 يبقى 2 multiply 3 power 2 equal 18 يبقى M saturated by 18 electrons أخلي بالي علشان ده بيجي لي complete زي ما أنا بقول كده ال ال M saturated by أقول له 18 electrons فاضل عندي لفل واحد، n لفل، وده رقم كام؟ نمبر 4. هقول 2 multiply 4 power 2 equal 32 electrons، طب بيجي لي هنا بقى give reason. الـ rule 2n square is not applied to calculate number of electrons in energy level higher than 4، يعني الرول ده ما مقدرش أطبقه على أكتر من. من الأربع ليفل الاولانيه ليه لان في الوضع ده الاتوم از نوت ستيبل الاتوم مش هتبقى ستيبل طيب بيجي لنا سؤال بقى بتاعنا رايت ذا الكترونيك configuration of the following الاكسجين آه, 8 و 16 ولازم علشان اعمل الكترونيك configuration ارسم الرسم زي ما احنا راسمين كده, كده بالظبط النيوكليس واكتب فيها انها بوزيتيف 8 ده عدد مين قال لي ده النمبر of proton و 8 نيوترون اللي هي بلس ونيجاتيف جنب بعض كده معناها انها uncharged تشارجد إيه؟ 8 إيه؟ والليفل لازم نكتب عليه اسمه اول واحد بنكتب عليه K وتاني واحد عليه L تعالوا كده نشوف بقى واحدة واحدة كده عدد البروتون كام 8 اللي هو تحت الاتوميك نمبر النمبر اوف الكترون هو نفس عدد البروتون 8 النمبر اوف نيوترون 16 نيجاتيف 8 يبقى 8 طب هنوزعهم ازاي اللي اول ليفل saturated باي 2 الكترونز تاني ليفل فاضل كام الكترون عندي هما 8 عندي 8 الكترونز هاخد منهم 2 الكترونز اللي انا نزلتهم في الكي يتبقى كام 6 يبقى 2 6 هما ال 8 الكترونز اللي احنا شايفينهم قدامي دول تعالوا ناخد اكزامبل تاني قبل ما ناخد الاكزامبل التاني نشوف هو الاتوم دي active ولا نوت active يعني ايه اكتف يعني هي تعمل كيميكال رياكشن او شير ان كيميكال رياكشن نبص في الاوتر موست انرجي ليفل ايه الاوتر موست انرجي ليفل اللي هو لاست ليفل اللي هو ال اخر ليفل فيه كام 6 لو لقيناه للزان 8 يبقى ده اكتف لو هو 8 يبقى نوت اكتف يبقى ان اكتف تمام يبقى علشان اعرف هو اكتف يعني ايه اكتف يعني رياكت وذ اذر او شير ان كيميكال رياكشن او بيدخل في التفاعل الكيميائي طيب لو هو لقينا في اخر ليفل uh, اقل من 8 الكترونز يبقى ده اكتف احنا هنا هو اخر ليفل اللي هو اللي فيه كام 6 يبقى less than 8 يبقى اكتف ناخد اكزامبل تاني الالمونيوم 1327 زي ما احنا هنرسم برضو زي الرسم اللي قدامنا كده ونشوف number of proton 13 number of electron هو نفسه number of proton 13 number of neutron الاثنين نيجاتيف بعض 27 نيجاتيف 13 equal 14 نوزع اول ليفل saturated by 2 تاني ليفل saturated by 8 يبقى 2 8 10 يتبقى كام من ال 13 3 نحط الثلاثة دولت فين في اخر ليفل طيب هما 3 في اخر ليفل الاوتر موست انرجي ليفل في 3 يبقى ده اكتيف ولا ان اكتيف اكتيف طبعا تعالوا نشوف كده بوتاسيوم 1939 النمبر اوف بروتون خلاص حفظنا بقى النمبر الصغير اللي تحت 19 النمبر اوف الكترون هو نفسه البروتون النيوترون الاثنين نيجاتيف بعض ايكوال 20 اول ليفل ساتوريتد باي 2 ثاني ليفل ساتوريتد باي 8 طيب ثالث ليفل قال لي هناخد ال2 وال8 يبقوا 10 19 نيجاتيف 10 ايكوال 9 اوه 9 كده غلط غلط ليه ما هو الام بيقدر يشيل ساتوريتد باي 18 قال لي لا بس في رول احنا هناخدها دلوقتي جديده بتقول لي ان اخر ليفل ماله قال لي ذا اوتر موست انرجي ليفل في اني اتوم كان تيك مور ذان 8 الكترون ما يقدرش يشيل 8 الكترون خلاص يعني ال9 دي نشيلها اه هنشيلها ونحط ايه قال لي هي ممكن نحط 8 ويتبقى كام من 19 1 يبقى كده هي اخر ليفل ما فيهوش 8 ولا فيه اكتر من 8 يبقى كده قدرنا نعمل الكترونيك configuration اخلي بالي هو مش بيجي لي غير البوتاسيوم والكالسيوم اللي هو 19 و20 بس هو بالطريقه دي يبقى البوتاسيوم بتتوزع ازاي الالكترونيك كونفيجريشن بتاعها 2 طيب هي أقل من less than 8 في الأوتر موست إنرجي ليفل هي فيها واحد يبقى active ولا inactive active نشوف اللي بعدها sodium 11 البروتون 11 الكترون 11 نيوترون نيجاتيف بعد 12 نوزع ال11 ها أول واحد saturated by 2 اللي saturated by 8 يتبقى كام من ال11 1 طب هو less than 8 في ال outermost energy level يبقى active ناخد example تاني السلفر 16 32 بروتون 16 الالكترون هو نفسه البروتون 16 نيجاتيف بعض 16 نوزع 16 2 8 6 اخر ليفل فيه 6 less than 8 يبقى اكتف تعالوا نشوف اللي بعده هيليوم الهيليوم فيه كام بروتون 2 والالكترون 2 النيوترون 4 نيجاتيف 2 يبقى 2 طيب ال2 ده هيتر... هيتوزعوا فين قال لي ساتوريتد في الكي الكي هنا ساتوريتد يعني ايه ساتوريتد يعني ما يقدرش يشيل اكتر من 2 بس هو لسه 8 قال لي بس هو الكي ما بيقدرش هو ساتيوريتد دلوقتي يبقى معنى كده ان دي ان بدل اخر ليفل ساتيوريتد يبقى ان يبقى انا عندي اخر ليفل ساتيوريتد باي 8 لو هو اي ليفل لكن كي اساسا ما يقدرش يشيل الـ 8 هو ما بيشيلش غير الاثنين يبقى هو كمان ان الهيدروجين هو عنده 1 بروتون 1 الكترون وما عندوش 0 و وكي هو انا ما عنديش غير الكترون واحد هحطه في إيه في الكي طب هو كده لزان الـ التو ما هو الكي ساتوريتد باي 2 طب هو لزان الـ التو يعني عنده 1 يبقى Active آه يا رب نكون النهارده فهمنا الليسون هو كبير شويه بس عايز شويه مذاكره آه كتير ونعمل اكتيفيتي كتير زي اللي احنا عملناها مع بعض واسيبكم على خير وان شاء الله نبتدي في يونت 2 عن الانرجي المره الجايه نكون خلصنا مذاكره يونت 1 كلها ميرسي لكم جريد 1 وثانك يو باي باي